الخوف هو الوجه الحقيقي للإمارات كما يراه البعض، ويتساوى فيه المواطن والمقيم. أصدق وصف على جزيرة البحرين هي أنها دولة ريتويت. للأمانة كلنا نذكر بأن الشيخ خالد بن أحمد هو صديقي شخصياً، على المستوى الشخصي صديقي، لكن سياسياً في خلاف بينه وبينه. تلفزيون قطر كشف الجيش الإلكتروني الذي يقف خلفه سعود القحطاني المعروف إعلامياً باسم دليل، فأغضبه أن الشيخ عبد الرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي المؤسس القطري للإعلام كان سابقاً له عرض استخدامهم للجيش الإلكتروني، فقام بفبركة تقرير سعود القحطاني نفسه، قام بفبركة تقرير أن دولة قطر صنعت 23,000 حساب لمهاجمة المملكة العربية السعودية واواوا، لأنه تم كشفهم عبر تلفزيون قطر. وهذا هو الفرق، عندما ترسل حكيما فأنت لا تحتاج إلى أن توصيه على شيء، وعندما ترسل سعود القحطاني فيجب أن تتابع ما يقوم أولا بأول، لأنه يعني سيأتي لك بطوام لا يمكن معالجته. تراجعت البورصة القطرية لكن لأسباب سياسية، وهو أمر معتاد في عالم أسواق المال أين تؤثر الأخبار السياسية على الأسهم واتجاهاتها. واعتبر محللون أن هذا التراجع الذي يعد دليلاً على حيوية السوق هو مجرد صدمة آنية لقرار لم يكن متوقعاً، بني على تصريحات ملفقة لأمير قطر لا أساس لها من الصحة. وأنا هنا أقول على الحشد القبلي، إذا كان بدون توجيه سياسي فأنا أقول أن هؤلاء الناس فاتهم أن حرب دحس الغبراء قد انتهت، حرب اللصوص قد انتهت، وأن التجمع القبلي لن يعملوا شيئا، لأنه تجمع 10 أو 20 أو 50 ألف رجل أو 200 ألف رجل فإن قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها بأعدادها وتنتهي من هذا المكان.